احمد علاء اديته تعليمات في حته انه ما يتصورش وما ما يحلفش. بس هيعمل معانا مداخله المفروض. ما يردش على التليفون ولا يرد؟ ما اعرفش رد عليك ولا لا. يا كابتن احمد اهلا بيك. احمد علاء حضرتك اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا احمد والف الف مبروك ليك والجمهور النادي الاهلي. انا هسيبه منك ليه؟ ماليش دعوه بينا، انا زهقان منه، انا بتكلم معاه من العصر. انا باشمهندس انا بحبك. الف مبروك يا احمد وان شاء الله تكون اضافه قويه للنادي الاهلي وحاجه مهمه لمستقبلك ان شاء الله. اللهم امين يا رب. استاذ ابراهيم تحياتي لحضرتك وتحياتي للبشمهندس عادلي اللي تعب معايا كتير في الفتره اللي فاتت دي. وعايز اقول النادي الاهلي نادي كبير، نادي اعظم نادي في القاره. عارف ان انا داخل على مرحله صعبه بالنسبه لي، مرحله اثبات ذات، ان انا بأدي المسؤوليه ابقى عند حسن ظن الجميع، جمهور واداره وجهاز فني، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه ليا ان شاء الله. ان شاء الله. احمد قول لي اتصالات المهندس عادل بيك او مفاوضات النادي الاهلي بدات معاك من امتى بالظبط؟ احمد معلش في بعض المشاكل في الاتصال يا جماعه. اتفضل اتفضل يا كابتن. الاتصالات مع باشمهندس عادلي ابتدت من حوالي اسبوعين او ممكن تتحرك من مكانك شويه يا احمد عشان الشبكه بس والاتصال، اتحرك سنه يعني. تقدر تسمعني؟ اتفضل. الاتصالات مع باشمهندس عادلي ابتدت حوالي من اسبوعين او ثلاث اسابيع شهر. فكلمني باشمهندس عادلي وقال لي ان هم محتاجيني مع في النادي الاهلي. وقلت له طبعا ده شرف كبير ليا ولنادي كبير من انديه القمه في مصر، النادي اكبر نادي في مصر بالنسبه لي. لازم ابقى حاجه كويسه بالنسبه لي يعني. كان في عروض جايه لي لكن انا ما اقدرش احط النادي الاهلي في مقارنة مع اي نادي في مصر. النادي الاهلي نادي كبير، نادي ليه جمهوره. كمان بيمتاز ان في ناس بتاخد قرارات ممتازه في النادي الاهلي هيساعدوني في الفتره اللي جايه ان شاء الله. العروض كانت منين يا احمد؟ لا بلاش يا احمد. لا طب اخوك علاقته بيها ايه؟ بس هو انت عاد يقدر يقول لك. طيب اخوك محمود علاقته بيها ايه؟ لا محمود والله العظيم محمود قال لي اختيارك انت شوف انت عايز ايه. وذكاني ان انا يعني هبقى موجود داخل جدران النادي الاهلي طبعا. هو فكر بعقلانيه شويه، قال لي انت وقرارك، وبرضه ارجع لوالدك شوف انت. مش لازم يبقى القرار انا اخوك، بس لازم القرار يبقى موجود برضه شاركت والدي بيه. فوالدي قال لي لا طبعا، انا بتمنى النادي الاهلي، النادي الاهلي رقم واحد في مصر. محمود اكبر منك بكام سنه يا احمد؟ ثلاث سنين. تمام. انتوا من اسكندريه مش كده؟ لا انا من البحيره، مركز ايتال البارود. من ايتال البارود قريب من اسكندريه. قريب. بدايتك كانت فين؟ بدايتي كانت ناشئين حرس الحدود. زي محمود برضه. ناشئين حرس الحدود، بعدها مشيت فتره كده كنت رحت نادي الاسيوطي فما حصلش نصيب، فرجعت على اسكندريه تاني. كانت حاجه قريبه بالنسبه لي عشان الدراسه. كان والدي مصمم ان انا اكمل دراسه، وبعدها كملت عشان الدراسه جنب نادي سبورتنج. فرحت نادي سبورتنج ثلاث سنين. بعد ثلاث سنين اخر سنه بالنسبه لي كان في ماتش ودي مع نادي الترسانه في اسكندريه، كان بيتفرج كابتن علاء عبد العال. بعد الماتش اكلم الحاج عامر حسين، هو متولي الاداره عندنا في نادي سبورتنج. فاكلم الحاج عامر والامور كانت متيسره يعني الحمد لله، ورحت نادي الداخليه من خلال نادي سبورتنج. انت مواليد 94 مش كده ولا 93؟ لا 94. 94. طيب انت يعني جاي النادي الاهلي بكل اللي الناس عارفاها عن قيمه الاهلي وعن فانيله الاهلي، دفاع الاهلي تولي الدوري وانت بتتفرج عليه كنت شايفه ازاي؟ ما تجاوبش يا علاء.
هقول لك ايه؟ اصل ده بتسال لعيب جاي يلعب في الحته دي. لا انا عايز اعرف بس لا يعني لا لا مين اللي انت فعلا يعني هتبقى مبسوط لما تلعب جنبه؟ برضه ما تجاوبش يا علاء. طبعا كل التيم لعيبه كبيره جدا، لعيبه انا داخل عارف ان انا داخل نادي كبير كلها لعيبه خبرات هعرف استفاد منها في النادي، وبتمنى بتمنى بتمنى ان انا ادخل مع المجموعه بسرعه. كده تجاوب علاء، كده تجاوب علاء. طيب مدافعين الاهلي اللي قبل كده مين اللي كان بيعجبك؟ كابتن وائل جمعه. وائل انت دست وائل بحبه جدا طبعا. هو الناس بس عايزه تعرف انت طولك قد ايه؟ نعم طولك قد ايه؟ انا طولي 189. 189 طيب يعني قصير كويس قوي يعني طولي انا بالظبط. طيب احمد انت كلمت مع الكابتن علاء عبد العال؟ طبعا. كان رايه ايه في مفاوضات الاهلي؟ الكابتن علاء راجل ساعدني كتير في حياتي من بعد ما مشيت من نادي سبورتنج. قال لي انا محتاجك معايا، كنت انا لسه يعني ما كانش في حد يعرف اي حاجه عن احمد علاء. الراجل ساعدني وقال لي النادي الاهلي نقله كبيره بالنسبه لك، الناس بتتفاوض معانا وشوف انت عايز ايه. فقلت له يا كابتن انا طالما النادي الاهلي داخل في مفاوضات جديه انا مش هزايد عن النادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر من ان لعيب في اي نادي بيدخل تجاري عليه. قلت له يا كابتن انا تحت امر النادي وبتمنى كابتن ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. قال لي خلاص انت انا معاك في الاختيار وربنا يحصل الامور. بعدها قال لي علاء الباشمهندس عدلي دخل في الموضوع داخل جدي ونادي الاهلي عايزينك. قلت له خلاص يا كابتن انا الحمد لله عندي يقين ان انا رايح نادي كبير جدا، لازم اجهز نفسي الموضوع ده. قال لي هتستفاد كتير غير اللي انت استفدت. قلت له ان شاء الله كابتن وانا حابب ان انا موجود في النادي الاهلي. بص يا علاء اخر كلام هقوله لك، انت الان تدخل في مرحله جديده في المنافسه من خلال التعاون. انت داخل في منافسه مع لعيبه كتيره وتقيله قوي في النادي الاهلي من خلال انك تتعاون معاهم وان هم يحبوك ويستوعبوك وانك تبقى واحد زي مستر مان من المكان بيقول انت واحد من العيله، بارت من الفاميلي بتاعت الاهلي دلوقتي، والكوره لعبه جماعيه والاهلي عيله، افهم المعنى ده. انت المفروض تنتظم في الاهلي من امتى يا احمد؟ من بكره؟ لسه ما مستني تليفون من باشمهندس عدلي ان هو يبلغني. كابتن سيد لسه هنستاذنه اولا نفهمه ونبشره ان كل الامور خلصت. انا ما لحقتش اكلمه، انا جيت على القناه على طول ونقول له هو اللعيب تحت امرك بقى، شوف انت هتعمل ايه زي ما يقول له. ألف مبروك يا أحمد وبالتوفيق ليك إن شاء الله. يعني لو عايز تلحق يوم تطلع تزور تحتفل في أهلك كده في 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 إيطاليا البارود أو في اسكندرية وترجع على طول عشان تبقى تحت أمر الجهاز الفني. إن شاء الله إن شاء الله. يلا حبيبي ألف مبروك وربنا يوفقك وتكون عند حسن الظن وتبيض كل وش كل الناس اللي توسمت فيك خير وأولهم الحقيقة كابتن علاء. يعني كان يزكي في امكانيات احمد جدا جدا عندما ساله كابتن محمود الخطيب، قال له ده يا كابتن لعيب النادي الاهلي ولعيب منتخب مصر، قال له كده. الله اعلم. الله يبارك في حضرتك يا باشمهندس، اتمنى كل عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي والاداره والجهاز الفني ان شاء الله. الف مبروك يا احمد وبالتوفيق باذن الله. شكرا للكابتن احمد علاء مدافع الاهلي الجديد.